أيها الحفل الكريم، أعلم ما يجيش في صدوركم من شوق لسماع قارئنا المفضال، وأني أرى هذه الرؤوس والعمائم البيضاء التي تجلس وكأنما على رؤوسها الطير، تستمع قرآنا لينا طيبا يخرج من قلب قارئنا قبل فيه. أيها الحفل الكريم، عود على بدء مع تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من فضيلة قارئنا المفضال الأستاذ الشيخ محمود صديق المنشاوي، فليتفضل مشكورا. من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فول وجهك شطر المسجد الحرام. فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها. فلنولينك قبلة ترضيها، فول وجهك شطر المسجد الحرام. فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. الله 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 ال
نعم نعم. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. سبحانه وتعالى سبحانه سبحانه. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك
ربك سبحانه وتعالى، فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات ولكل فاستبقوا الخيرات ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولكل وجهة ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. الله يجبر بخاطرك يا شيخ، الله يجبر بخاطر الناس كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك العبرة، إن
في ذلك العبر. إن في ذلك العبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أنتم أشد خلقا من السماء. رفع سمكها فسواها. الله الله يا قرآن بارك الله فيك. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى جل جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا خلقنا من السماء. بناه
سبحانك يا قادر يا عظيم. الله بالقلوب يا شيخ محمود. رفع سمكك فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن أشد خلقا أم السماء؟
بني أشد خلقا أم السماء أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها سبحانك يا رب والأرض بعد ذلك دحاها سبحانه وتعالى والأرض بعد ذلك دحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منا ماءها ومرعيها والأرض بعد ذلك دحاها سبحانه وتعالى قادر مقتدر قادر مقتدر والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها والجبال هرسيها سبحانه وتعالى سبحان الله والجبال أرسيها والأرض بعد ذلك دعاها
لكم ولأنعامكم. متاعا لكم ولأنعامكم. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن فإن الجنة هي المأوى. وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من
قام ربي وانا النفس عن الهوى فإن الجنة هي يسألونك عن الساعة أيان مرساها صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فيما أنت من ذكراها صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الساعة أيان موسى فيم يسألونك عن الساعة أيان موسى أنت من ذكراها صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الساعة أيان مرساها أنت من ذكراها إلى ربك منتهيها إنما يسألونك عن الساعة صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الساعة صلوات ربي وسلامه عليه يسألونك عن الساعة أيان مرساها أنت من ذكريها صلى الله عليه وسلم أنت من ذكريها إلى ربك إنما
اللي خايفين يا مولانا. الله 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 أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قادر مقتدر قادر مقتدر قادر مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه. الله 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 فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. فلينظر الإنسان إلى طعام. إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. الناس مبروكين يا عم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه. الله محمود سبحانك يا رب. إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. فلينظر الإنسان شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. الله 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 يا أهل القرآن. وحدائق غلبا وفاكهة وحبا. متاعا لكم ولينعامكم. سبحان المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء شققنا
خلقنا الأرض شق فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم حبيبك والله يا حاج محمود حبيبك والله حبيبك والله النبي نفسه طيبين لا تكمل الله يا رب طيبين كل الناس يا شيخ نعم المرحوم راجل عظيم والله ايوه عندك فينك اي اذا جاء يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه الفرار للكافر فإذا جاءت يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته لكل امرئ منهم يومئذ شان لكل امرئ منهم يومئذ شان فإذا جاءت الصاخة سلم يا رب سلم يا رب يوم يفر المرء من أخيه صاحبتي وابني سلم يا رب سلم يا رب لكل امرئ منهم يومئذ شأن وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة
ملائكة مستبشرة. الله 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 على الوجوه المسفرة. أفتح عليك النبي، لا أقسم بهذا البلد. الله أكبر. ذكرنا بالشيخ على بلد ناس كويسين. نبي يا شيخ أفتح عليك النبي. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. الله سكر والله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. حاشا وكلا. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد.
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد الله الله أكبر أيها الغالي بعلمكم يا شيخ محمود الله أكبر الله ألم نجعل له عينين سبحان المصور سبحانه وتعالى ولسانا وشفتين سبحانه وتعالى وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلو اقتحم العقب وما أدراك ما العقب وما أدريك ما العقب وما أدراك ما العقب وما أدريك ما العقب وما أدريك ما العقب وما أدراك ما العقب الله 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 يا أهل القرآن الله 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 الله, 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 الله. فعل اقتحم العقبة وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة فلا اقتحم العقب وما أدراك ما العقب وما أدريك ما العقب وما أدراك ما العقب وما أدريك ما العقب وما أدريك ما العقب وما أدراك ما العقب ألم نجعل له عين
وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة الفاتحة. بهذه الآيات البينات اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي إحياء هذه الذكرى مع تحية أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج من أصرادق المقام بسراي فيلا أسرة المغفور له المرحوم الحاج سعد محمود عرفة الكلح غرب إدفو محافظة أسوان والموافق اليوم الأربعاء العاشر من شهر شعبان عام 1418 هجرية العاشر من شهر ديسمبر عام 1997 ميلادية إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا من محافظة أسوان أحييكم أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.